ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا سبحان الله، في سورة النساء هذه الحلقة الرابعة بعد الثمانين يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بلاش الغلو، ما تزودهاش قوي. عيسى بن مريم رسول الله، أو إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، مش هو الإله والله ولا حاجة. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. مش معقول يبقى ربنا ثلاثة وعلى مدى ملايين السنين ومليارات السنين ربنا ما اتجوزش غير واحدة وخلف عيل واحد. انتهوا، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، معقول يكون له ولد؟ له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل. المؤمن لا يشك في وحدانية الله أبدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تقولوا ثلاثة انتهوا. واللي بيحب ربنا ما يقولش غير إله واحد. أمار، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كلام جميل قوي على سيدنا عيسى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. مش يقول أنا الله ولا حاجة ولا ابن الله، لن يستنكف، مش هيستكبر. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف أي يستكبر عن عبادته، يتأفف كده يعني ويستكبر، فسيحشرهم إليه جميعا. بس ما حدش بيستكبر على الله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. اللي بيحبوا ربنا كده ويؤمنوا بالله الواحد الأحد ويعملوا الصالحات يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، زيادة في العلم، زيادة في الفقه، زيادة في النور، زيادة في الرزق، زيادة في البركة، زيادة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، زيادة في العلم، زيادة في الحكمة، زيادة في المال، زيادة في الرزق، زيادة في الصحة. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، لا بقى يعني هتعمل نفسك زي ربنا. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اوعى تستكبر على الله، اياك ان تستكبر على الله. من استكبر على الله ازله، يعني يقول لك ايه: العظمه ازاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ابدت ولا ابالي. فالذي يتكبر على الله يذله. ولذلك المؤمن كده متواضع لله عز وجل، يمشي بالناس هونه ويتواضع لله عز وجل ويقوم بالاعمال بنفسه، يخصف نعله ويرقع ثوبه وينظف هدومه ويعلق هدومه ويعمل أكله. ها، ده اللي بيحب ربنا. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ونصيرا. ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. الله سبحانه وتعالى بيبشرنا ويفرحنا. أو الله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. خلي بالك، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، جات لكم براهين كثيرة وأدلة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا هذا القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم. اللي بيحب ربنا ويعتصم به في أشد لحظات الكرب ربنا ينصره. والله اللي بيحب ربنا ويعتصم به يجعله من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي بيحب ربنا يقول لك ربنا مش هيسيبني أبدا، يدخله في رحمة منه ويهديه. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من الفعل، وهدوا إلى الطيب من الدواء، وهدوا إلى الطيب من الطعام، وهدوا إلى الصحيح من السلوك. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم.
يا سلام. طبعا المؤمن دايما يدخل في كنف الله ورحمته. في سورة النساء زي ما قلت أعظم آيات للمواريث، أعظم آيتين، آية 11 و12، أعظم آيات بيمشي يتوارث بهم تقريبا كل البشرية، مسلمون ويهود ونصارى، ما عندناش أحسن من شرع الله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. تابع بقى آيات المواريث. الكلالة، من الكلالة؟ واحد ملوش لا أب ولا أخ ولا ابنه. إن امرؤ هلك ليس له ولد، واحد ملوش ابن وابوه ميت بس له أخت، إذا ما كانش واحد مات وملوش غير أخت واحدة، لها النصف، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا كانت الست دي ماتت ملاش غير أخ واحد هو يورثها. فإن كانت اثنتين نطبع عليهم قاعدة الاثنين، واحد مات له أختين يبقى ياخدوا التلتين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا واحد مات وساب إخواته ملوش ولاد يبقى إخواته هيورثوه، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. دي نهاية سورة النساء، سورة عظيمة جدا جدا، تعيش في روضتها فتفرح وتسعد، تعيش في روضة سورة النساء فتسعد وتشوف الأحكام اللي فيها وترجع. طبعا بعد سورة النساء بننتقل طبعا إلى سورة الإيه؟ إلى سورة المائدة. سورة المائدة يعني من السور الرائعة، كل آية عايزة كتاب، كل آية في سورة المائدة عايزة كتاب. يعني إيه؟ يعني مثلا تجد مثلا الآية بتاعت مثلا العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت عملت عقد، عملت معاهدة مع أي دولة مسلمة مسيحية يهودية ملهاش ملة، لازم توفي بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طب يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى أحل لنا بهيمة الأنعام. في بعض الناس كانوا ما بياكلوش مش عارف الجمال، وبعض الناس ما بياكلوش البقر، وبعض لا، ربنا أحل لنا، ما لناش دعوة بالناس اللي حرموا، ما لناش دعوة باللي حرموا البقر، احنا البقر ممكن ناكله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. بس ما تحلوش الصيد وأنتم محرمين. هو في أشهر يحرم فيها الصيد، شهر رجب وشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم اللي هي أشهر الحج، ما ينفعش أصطاد، ما ينفعش أصطاد غزالة ولا أرنب، ما ينفعش، غير محل الصيد وأنتم حرم. في بعض الناس لغاية دلوقتي حتى هذه اللحظة ما يعرفوش يعني الأشهر الحرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. في ناس والله العظيم ما يعرفوا يعني شهر حرام. أنا رحت مرة أسأل على واحد، قالوا له ده بيصطاد، وكنا في شهر رجب، خرج يصطاد، بيخرجوا يصطادوا غزلان ويصطادوا غزال وبقر وحش، وبيصطادوا أرانب في شهر رجب وفي شهر ذو القعدة وذو الحجة، مع إن ربنا نهى عن الصيد في الأشهر الحرم. غير محل الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. عندنا هدي في الكعبة، الناس لما تروح تحج هتعرف يعني هدي. ولا آمين البيت الحرام، والناس اللي رايحين البيت الحرام لهم الأمان، لهم الأمان، مختلفين معهم في الشريعة، مختلفين معهم في المذهب، لهم الأمان. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. لما يخلص بقى شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم اصطاد. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. اوعى بقى الناس ظلموا تقوم انت تظلم، شتمونا نشتمهم، هم اصطادوا في الأشهر الحرم نصطاد، لا، اللي ظلموا عليهم ظلمهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. يا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دي عنوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في مجالات كثيرة نتعاون فيها، وفي مجالات احنا مختلفين فيها. الراجل العظيم والمرأة العظيمة، تعالوا تعالوا نتآخى ونتعاون فيما اتفقنا، ويلتمس بعضنا لبعض فيما اختلفنا، يلتمس بعضنا لبعض أعذار. عندنا قاعدة التعاون كبيرة، بلاش نقعد نتكلم في المختلف فيه كتير، يعني بلاش نقعد نزود الجراح كتير، خلينا نتكلم في المتفق فيه. تعالوا نتعاون فيما اتفقنا، ويلتمس بعضنا لبعض أعذار فيما اختلف. إن شاء الله نلتقي في روضة القرآن، تنتظرونا في حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي